تطويل وتكثيف الشعر وعلاج التساقط والصلع والصلع الوراثي بوصفة طبيعية وعندك في البيت غير مكلفة وهتجيبيها من عند العطار. اعملي كل الخطوات في الوصفة صح وكملي الفيديو للآخر وحرفيا هتدعيلي. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده يا بنات وصفه جميله جدا للاطاله وللتكثيف وكمان لتطويل الشعر ولتكثيف الشعر تماما، يعني حرفيا شعرك هيبقى كثيف جدا جدا من بعد الوصفه دي. اهم حاجه بس عندنا ان انتي تمشي ورا الوصفه دي او تمشي ورايا في كل جمله هقولها لك، ويا ريت ما تستعجليش في خروجك من الفيديو ده لان هو فعلا هيفيدك جدا 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 في علاج كل مشاكل شعرك. طيب اول حاجه احنا هنستخدمها هنا هي حبه البركه او السانوج او الحبه السوداء، دي من ضمن المكونات يا بنات ممتازه 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 في تطويل وتكثيف الشعر وعلاج كل مشاكل الشعر اللي ممكن تقابلك. المكون الثاني اللي احنا هنستخدمه النهارده وهيكون المحلب، زي ما انتم شايفين شكله ده المحلب بتاعنا. المحلب من ضمن الحاجات الممتازه جدا جدا اللي هتعالج تساقط الشعر وهتعالج كل مشاكل الشعر اللي عندك. ده هتجيبيه من عند العطار، وكل الحاجات دي موجوده، وعلى فكره موجوده في كل مكان وكل البلدان اللي فيها الاعشاب دي هتلاقيها موجوده عندك، فما تقلقيش. كل المكونات دي هتلاقيها موجوده عندك في كل البلدان الاجنبيه وكمان العربيه، مش في مصر فقط. ده محلب واحنا هنستعمله في الوصفه النهارده. المكون الثالث اللي عندنا بقى برضو، وده من الحاجات اللي مش معروفة قوي لكن هي على فكرة فوائدها رهيبة، فوائدها عظيمة، اللي هو اليانسون النجمي. هو اسمه كده، اسمه يانسون نجمي على شكل النجمة، فعشان كده سموه اليانسون النجمي. عايزة اقول لكم بقى ان هو فوائده عظيمة عظيمة عظيمة، ومش كل الناس عارفة فوائده، يعني مش كل الناس عارفة ان فوائد اليانسون النجمي بجد بجد يا بنات عظيمة، وانصحكم بيه. لو لقيتيه عند العطار اشتريه، واشتري كمان منه كمية. وعلى فكرة هو مش غالي جدا جدا، يعني مش غالي نهائي، حاجات بسيطة قوي تقدر ان انت تجيبيها بجنيهات. يعني عايزة اقول لكم بقى ان اليانسون النجمي ده انا قعدت فترة استعمله فقط، وفعلا طول شعري جدا جدا، وحسيت ان شعري بقى كثيف اكتر عن الاول. فالنهارده هنستخدمه من ضمن الحاجات اللي هنستخدمها النهارده اللي هتكون ممتازه جدا للشعر. اخر مكون هيكون عندنا بقى هو بذور الكتان، وبذور الكتان برده مش كله يعرف ان هو ممتاز في تطويل وتكثيف الشعر، ده زائد ان انت وانت بتطولي هتنعمي وتفردي الشعر وكمان تطريه جدا وتعالجي التشابك. بذور الكتان بينزل جل، الجل ده هو اللي بيعالج كل المشاكل دي، زائد بقى ان هو ممتاز جدا. من فترة كده طلع ترند ممتاز جدا جدا لشاب اجنبي بيستخدم بذور الكتان بس على شعره، وشعره ما شاء الله كان ممتاز جدا. ممكن تقولولي بقى جينات او حاجة، لكن هو باين قوي اهتمامه بشعره، وهو قال السر بذور الكتان. فيا جماعة، الناس اللي بتسخر من الاعشاب الطبيعية الكلام ده مش صحيح. الناس اللي بقالها سنين ودارسة الكلام ده وعارفة مدى اهمية الاعشاب عارفين كويس قوي ان الكلام ده مش مجرد فيديوهات بتتعمل وخلاص. لا، انت لو التزمتي على الاعشاب دي اوعدك ان انت هتعجبك النتيجة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. خمس حبات بالظبط من اليانسون النجمي. تاني حاجة هنحطها وهي بذور الكتان، حط معلقتين بالظبط من بذور الكتان. بذور الكتان ممتازة جدا جدا ان احنا نطول ونكثف وفي نفس الوقت ننعم الشعر. تاني حاجة هستخدمها او تالت حاجة هستخدمها هي حبوب المحلب. تمام، بصوا، حطي معلقة التانية. ممتاز جدا جدا يا بنات المحلب في تطويل وتكثيف الشعر حرفيا، يعني ممتاز، دايما بحب ان انا اعتمد عليه في الوصفات بتاعة التطويل. تبدأي هنا تحطي الحبة السوداء او السانوج او حبه البركه، ممتازه برضو يا بنات في التطويل، بجد بجد رهيبه، انا بحب استخدمها جدا جدا جدا. تمام، حطينا كل المكونات بتاعتنا، هنبدا ان احنا نحط ايه بقى، كوبايتين من الميه اهو. هبدا ان انا اضيف كوبايتين من الميه، ضفت كده كوبايتين من الميه، بصوا هقلبهم كده. هبدا ان انا ايه بقى، هبدا ان انا ارفعهم على النار لمده 15 دقيقة. بس اهم حاجة في الموضوع يا بنات ان انتي وانتي بتغليهم تكوني مغطية عليهم، التغطية مهمة جدا عشان الزيوت الطيارة ما تطرش وتطلع مع البخار بتاع المية، فبالتالي كده الوصفة ملهاش اي فايدة. حطها على 15 دقيقة وبعدين ارجع لكم تاني.
من ضمن الحاجات اللي بحبها جدا هي الروزماري او اكليل الجبل، فحطيت معلقتين كبار من اكليل الجبل عشان كنت نسيت احطهم. مفيش وصفه بتاعتي ليها علاقه بالشعر الا وفيها الروزماري. اهو يا بنات احنا كده نكون خلصنا وقفلنا عليها بعد ما غلت وسبناها كمان تبرد شويه. هنبدا بقى ان احنا نصفيها. اهو يا بنات بسم الله هنبدا ان احنا نصفي الاعشاب بالشكل ده. مهم جدا ان ما يكونش فيه اي شوائب للاعشاب عشان لما تحطيها على شعرك ما تضايقكيش وتلزق في الفرو بتاعت الراس، هتبقى مش حاجه حلوه لذيذ خالص وهتضايقك في غسيل الشعر. شايفين ما شاء الله لون الميه عامله ازاي، كلها الفوائد بتاعت الاعشاب اللي احنا استخدمناها مع بعض ما شاء الله. شايفين يا بنات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللون بتاع الاعشاب ممتاز جدا. واحسن حاجه ان هي انا سبتها اصلا تبرد شويه فهي مش سخنه، فبالتالي اقدر ان انا استعملها على طول على شعري. طيب ايه طريقه استخدام الوصفه دي؟ طريقه استخدام الوصفه دي ممتازه وبسيطه جدا جدا. ايه هي بقى؟ اولا شايفين الكميه دي كلها، الكميه دي هتكفيكي وهتكفي لو انت عندك بنوته او لو عندك زوجك مثلا عايز ان هو يعالج التساقط يعالج الصلع يعالج الكلام ده كله، فهي ممتازه جدا جدا تمام. هتكفيكي اسبوع الكميه دي كلها، ممكن كمان تفيض، لكن لو حد معاكي بيستخدمها هتكفيكي اسبوع بس. وبعد الاسبوع لو فاضل حاجه من الكميه بترميها عشان خلاص يعني الاسبوع كفيل ان هو ممكن يخليها بتفسد تمام. بتحتفظي بيها في الثلاجه. طيب ايه هي طريقه الاستعمال الناجحه؟ هقول لك طريقه الاستعمال اللي انا بستعملها وهقول لك طريقه الاستعمال الثانيه اللي انت ممكن تستعمليها. كل واحد يستعمل الوصفه على حسب ظروفه وعلى حسب ظروف يومه. اول حاجه بتعمليها بالطريقه اللي انا مش بستعملها، وهي ان انا بحط الوصفه دي على شعري وساعتين وبغسلها. يعني بدخل الحمام برجع شعري لقدام، برميه لقدام وببدا اكب الوصفه دي كلها على شعري. اهم حاجه بس ما تكونش سخنه، تكون فاتحه كده عشان ما تحرقكيش تمام. بكبها على شعري كاني بغسل شعري بالظبط طبق او مثلا بشفشق او حاجه تمام. ترمي شعرك لقدام وتبداي تغسلي شعرك بالوصفه دي بس كده. عايزه تغسليها كمان ساعتين براحتك، مش عايزه تغسليها براحتك. الوصفه دي على الفروه مش مؤذيه ومش ضاره، بالعكس كل ما تسيبيها اكتر كل ما تنفعك اكتر. الوصفه الثانيه بقى او الطريقه الثانيه اللي انا بستعملها وهي طريقه ممتازه جدا وعمليه، وهي ان انا بجيب بخاخ زي ده وببدا ان انا احط الكميه اللي انا عايزه استعملها في اليوم هنا، وابدا ان انا ارشها على شعري مرتين ثلاثه في اليوم. كل ما افتكر اروح فرقه شعري وارشه الوصفه دي يعني مرتين ثلاثه، ما تكتريش عن كده عشان ما تزهقيش. وطبعا بتحتفظي بيها دي والباقي في الثلاجه عشان ما تفسدش تمام. لو حطيتيها في الثلاجه وحفظتيها في الثلاجه بدل ما تقعد معاكي 3 4 ايام هتقعد معاكي 7 ايام وممكن اكتر لو في الثلاجه. فانا كنت بطلعها من الثلاجه احطها في البخاخ بتاعي واسيبها، اللي هي البخاخ مش دي، دي بدخلها على طول على الثلاجه عشان ما تفسدش. دي بسيبها ممكن مثلا 10 دقائق بره تبرد شويه عشان الثلاجه برده ساقعه، فخدي بالك عشان دماغك وما يجيلكيش برد. هتحطيها تبرد شويه، اول ما تبرد ببدا ان انا افرق شعري وارش على فروه شعري وادلك واسيبها وما اغسلهاش. بتغسليها في اوقات شعرك الطبيعيه يعني بعد يومين ثلاثه بعد 4 ايام براحتك. ممكن تغسلي شعرك عامه وانت حطاها مرتين في الاسبوع فقط، باقي الاسبوع بتبقى على شعرك عادي جدا. هتنبت شعرك، هتطلع البيبي هير وتطوله، هتعالج التساقط، وكمان هتعالج كل مشاكل الشعر من الصلع والصلع الوراثي. بجد ممتازه جدا ومجربه. حطيت حاجه زي دي كده اللي هو قمع عشان احط الوصفه بتاعتي فيه. بالظبط شايفين ما شاء الله ببدا ان انا ارشها على شعري. ممتازه وعمليه، دول بطلعهم واخليهم يبردوا وابدا احطها طول اليوم، ودول يتحفظوا في الثلاجه. ممتازه جدا يا بنات بجد وعمليه وبتجيب من الاخر، وهتساعد على نجاح الوصفه بتاعتك لو عملتيها بالطريقه دي اكتر. يعني طريقتي انا بتجيب نتيجه اكتر. الطريقه الثانيه انت بتكبيها على شعرك طريقتها برده كويسه، بس انا بصراحه الطريقه دي اللي بستعملها ويعني بستعملها في يومي. لكن لو انت مثلا مش فاضيه موظفه ام فبيبقى صعب شويه انك كل شويه ترشي على شعرك، وخصوصا لو موظفه. فعشان كده انا قلت الفكره بتاعت ان انت تكبي الوصفه كلها على شعرك وما تغسليهاش، تسيبيها 3 4 ايام، فبرده ناجحه جدا وممتازه. اعملي الوصفه بالطريقتين وشوفي اللي يريحك،
وكمان متنسيش تدعيلي وتصلي على رسول الله في الكومنتات. ونكون كده خلصنا، ومع السلامة.